مزيد معنا من شيكاغو مراسلة التلفزيون العربية ريما أبو حمدية. ريما، كيف تبدو المشاهد من حولك، خاصة فيما يخص التظاهرات التي انطلقت تزامنا مع المؤتمر؟ نعم سرمد، هذه المظاهرات لم تتوقف منذ اليوم الأول للمؤتمر الوطني الديمقراطي. نحن الآن نتقدم واحدة من هذه المظاهرات، وكما ترون أبدأ بداية من التواجد الأمني المكثف الذي يتقدم المظاهرة يحيط بها ويمشي خلفها تحسبا من توجه أي من المتظاهرين إلى مقر انعقاد المؤتمر الوطني الديمقراطي. الآلاف اليوم خرجوا للمشاركة في هذه المظاهرة، يرفعون الأعلام الفلسطينية، يرفعون اللافتات التي تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة، بوقف الدعم العسكري لإسرائيل، بوقف إرسال هذه الأسلحة التي يقول المتظاهرون إنها تستخدم لقتل الفلسطينيين في غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة. الهتافات هنا تطالب بالحرية للفلسطينيين وتقول إنه من دون وجود عدالة للفلسطينيين فلا يمكن أن يكون هناك سلام في أي منطقة في العالم. المتظاهرون هنا يقولون إن التزامهم بهذه المظاهرات هو لإظهار القوة للحزب الديمقراطي ولإظهار أنهم لن يعطوا صوتهم في 5 نوفمبر المقبل إذا لن تلتزم الحكومة الديمقراطية، الإدارة الديمقراطية، بحظر أسلحة إلى إسرائيل. هذا هو المطلب الأساسي لهؤلاء المتظاهرين. هنا يقول المتظاهرون إن تظاهراتهم، وسنبتعد قليلا عن الشارع، بطلب من قوات الأمن المكثفة المتواجدة هنا، يقول المتظاهرون إن تظاهراتهم لن تتوقف طالما استمر هذا الدعم الذي يصفونه بالأعمى لإسرائيل التي تستمر في حرب الإبادة ضد الفلسطينيين. كما يقول المتظاهرون، هذه المظاهرة هي حلقة من سلسلة طويلة من الفعاليات التي يعقدها ويشارك بها نشطاء ليس فقط فلسطينيون ولكن من خلفيات وتوجهات مختلفة، حضروا من أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة. هناك محاربون قدامى، هناك ممثلون عن اتحادات للعمال، اتحادات للمعلمين وغيرهم من أولئك الذين حضروا للمشاركة في هذه التظاهرة. يقول المتظاهرون هنا إن الولايات المتحدة شريكة فيما يحصل في فلسطين بسبب هذا الدعم الذي توجهه لإسرائيل بشكل متواصل، ليس فقط منذ الحرب الإسرائيلية قبل 10 أشهر على قطاع غزة المحاصر ولكن حتى قبل ذلك. المتظاهرون هنا يقولون إن هذه المظاهرات ستتواصل. الآن هم هنا بالقرب من مقر انعقاد المؤتمر لأن الإدارة الديمقراطية هي التي تحت إدارتها جرت كل هذه المجازر بحق الفلسطينيين، ولكن هذه المظاهرات لن تتوقف. ومرة أخرى يؤكدون أن صوتهم لن يذهب لأي شخص لن يلتزم بوقف كافة أشكال الدعم العسكري لإسرائيل. طبعا هذه المظاهرة يتردد صداها ويسمعون الآن داخل مقر الحزب الديمقراطي، يسمعون الهتافات التي تجري هنا داخل المقر. أيضا كان هناك حركة احتجاج لغير ملتزم، اعتصموا أمام أحد أبواب أو إحدى بوابات المقر انعقاد المؤتمر، يطالبون بأن يسمع الصوت الفلسطيني الذي يقولون إنه صوت مغيب، لم يسمح للفلسطينيين أو من يمثلهم بالحديث أمام الحزب الديمقراطي. كما يقول المتظاهرون الذي يدعي بأنه يمثل الجميع ولكنه فشل في تمثيل الصوت الفلسطيني أو الصوت أيضا الذي يدعم الفلسطينيين والذي يريد وقف هذه الحرب على قطاع غزة المحاصر. من شيكاغو مراسلة التلفزيون العربي ريما أبو حمدية، شكرا لنقل الصورة من